دكتورة سعاد ركزت على فكرة الرقابة المتابعة، وأنا أعلم تماما أن أنت ككاتب صحفي لازم أسألك السؤال ده، أنت موافق على وجود رقابة من البداية من المتابعة يكون في ده موجود؟ تحياتي اولا للدكتوره سعاد صالح، وانا بعتز بها جدا بشخصيتها وبعلمها وبادابها الجام. يعني انا ضد فكره الرقابه ايوه على الاطلاق بتاتا، لكن عندي بس نقطه مهمه جدا. ما فيش بره حاجه اسمها رقابه على انتاج ادبي ولا على انتاج علمي ولا على راي ولا على فكر ولا على دين ولا على عقيده ولا على مله خالص، كل شيء مباح ومتاح. لكن يسبق قبل هذا تربية الإنسان وتعليمه التعليم الجيد بحيث يبقى قادر على الفرز، ودي قيد موضوعي، إنه التعليم في المدارس بره راقي جدا، التربية داخل البيوت منضبطة جدا، التنشئة النفسية تنشئة سوية، بحيث إنه في النهاية أنت بتخلق عند الشباب شاب قادر على الفرز وعارف يختار ازاي وما يختارش ازاي. نحن نفقد هذا الامر هنا، وبالتالي انا اقبل الى حد ما ان يكون هناك رقابه على المنتج الفني، ليس من الناحيه السياسيه لحمايه فكره او ايديولوجيه او نظام، لكن ان يكون لحمايه مجتمع، لحمايه مجتمع ملهاش لا علاقه بالسياسه ولا بالحاكم ولا بالرئيس ولا بالجمهوريه ولا بالنظام ولا بالايديولوجيه. مجموعة من الخبراء المتخصصين يحطوا لي بروتوكول جيد للإنتاج الفني عموما، بحيث إنه يبقى منضبط ويديني منتج جيد. ما هو أصله خلي بالك إن الطفل الصغير ده بضاعة، منتج زرعة. الله، وأمانة، أمانة في إيدينا، أنت حرام زرعتها. اللي احنا بنعمله فيه هو الراجل اللي بيزرع فاكهة ده مش ماشي ببرنامج وخطوات محددة علشان في النهاية تاكل مانجا كويسة او تاكل فرخه كويسه او تاكل لحمه كويسه. طيب، هو ده بالنسبه ليك انت كابن، هو ده البروتوكول اللي انا بقول عليه بروتوكول علمي. وعلشان انا خايف من حته الرقابه ان تخرج عن اطارها المطلوب لاطار سياسي مثلا، انا بقول انه يبقى مجموعه من الخبراء الاجتماعيين ان يحطوا لي البروتوكول اللي انا اربي بيه ابني. يكون ده هيك قلت حتى يكون في بروتوكول اساسيات يعني يتمشي عشان عليها عشان انا ابقى مطمئن. خلي بالك انه لابد من ضبط المجتمع. ليه؟ ما تصلحه المدرسه يفسده الشارع، وما تصلحه في البيت احيانا يفسده المدرسه والمدرسه. نعم. وما تربيه التربيه كويسه وتفضل قاعد طول النهار بتعلم ابنك يروح النادي تلاقيه الدنيا بايظه، تخش تتفرجوا على تمثيليه بالليل يهدم كل ما بنيته انت طول النهار. إذن البروتوكول المجتمعي ده هو حماية مجتمعية للولد من نشأة.